السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم بسام الشماع. كلنا بنسمع عن ريتشارد قلب الأسد أو ريتشارد الأول، لكن هل نعلم كيف انتهت حياة ريتشارد؟ اسمعوا أغرب قصة ممكن تسمعوها عن هذا الرجل الدموي القاتل الذي دائما ما كان لا يبقى على عهوده مع صلاح الدين ومع المسلمين. بعد صلح الرملة أبحر ريتشارد من عكا عائدا إلى بلاده، وهو راجع لبلاده السفينة بتاعته غرقت في البحر، واستطاع ان هو يصل الى الشاطئ سالما، وبعدين توغل في ارض النمسا وكان متنكر حتى تم اكتشاف امره وهو في احدى الخمارات او الحانات بالقرب من مدينة فيينا. الكلام ده حصل في ديسمبر 1192 ميلاديا. أخدوه قبضوا عليه وودوه لليوبولد دوق النمسا اللي اتهمه بقتل الماركيز كونراد مونتفرات، وأراد الدوق إن هو يبيعه. فتقدم أعداء ريتشارد قلب الأسد لشراءه. بصوا بقى المهزلة والمهانة اللي بتحصل للرجل ده، نهاية بائسة لهذا الرجل. فاتقدموا الأعداء بتوع ريتشارد عشان يشتروه، إلا أن الدوق قال يعني لا، أنا هسلمه لهنري السادس اللي هو كان وقتها إمبراطور الدولة الجرمانية المقدسة كما كان يطلق عليها. فبقى في أسره حتى دفع فدية كبيرة. ده مين؟ ده ريتشارد قلب الأسد. وأطلق سراح ريتشارد قلب الأسد في مارس 1194، وقعد يقاتل في أعدائه وفي خصومه من الأمراء حتى أصيب بسهم قاتل فمات في عام 1199 ميلاديا. مات القاتل الدموي الغازي القاسي ريتشارد، ولكنه لم يكن قلب الأسد. المصدر من كتاب صلاح الدين الأيوبي، الكتاب الرائع للدكتور علي محمد الصلابي، أحداث وشخصيات في تاريخ الإسلام، قراءة بسام الشماع، إخراج سارة الحريرية.